بلي تيكون عندك واحد التاكس وفيه الكومبريونسيون وفيه اسئله بلونجلي، انت خصك تجاوب عليهم. اولا خصك تعرف داك السؤال شنو هو النوع ديالو باش تعرف تجاوب عليه. حنا هنايا غادي نشوفوا اربعه ديال الانواع ديال الاسئله اللي كاينين. اولا كاينين يس اور نو، يعني اصلا هاد النوع ديال هاد الاسئله هادو غتجاوب عليه انت يا اما بيس ولا بنو. صافي، مثلا بحال do you like this country، do you like this country، يعني هاد الدوله هادي ولا هاد البلاد هادي واش تعجبك. اذا هنايا الا بغيتي تجاوب يا اما غتقول يس يس اي دو. ما معنى يس اي دو؟ يعني انه فعلا تعجبني انا هاد البلاد هادي تتعجبني. يس اي دو، صافي، راها تتعني بانك انت ترى تعجبك بلا ما تكمل الجمله. يس اي دو. دو يو لايك ذيس كانتري؟ يس اي دو. دو يو لايك تنس؟ يس اي دو. دو يو لايك فوتبول؟ يس اي دو. ولا نو نو اي دونت. مفهوم؟ اذا ها هما هنايا، هذا راه يس اور نو كويشن. هذا اصلا يا اما غتقول فيه يس ولا تقول فيه نو. مثلا هادو في الاخر، في الاول ديال السؤال، الا كانت هي ولا شي ولا اتس غادي تولي داز. مثلا جين اللي هي بنت، راه داز جين نو اباوت يور نيو جوب، واش هي تتعرف العمل ديالك الجديد؟ حتى هي نفس الشيء، بما ان عندنا داز جين غنقولوا يا اما يس جين هي شي شي داز، ولا نو شي دازنت. يعني حتى هذا راه يس اور نو كويشن. كان اي، شي واحد يقول لك كان اي كول ماي سيستر، واش يمكن ليا؟ غتقول له يا اما يس يو كان، يس يو كان يمكن لك، ولا نو يو كانت. اذا هادو عقلوا عليهم، فين ما تلقى شي سؤال فيه دو في الاخر، في الاول زعما، ولا داز ولا كان ولا ايز، هادو الفيرب بي. از ات كولد اوتسايد؟ يس ات از، ولا نو ات ازنت. يعني تيقول لك واش، يعني واش كاين البروده البروديه في الزنقه؟ غتقول ليه يا اما يس ات از، ها هما هادو غنقلبوهم از ات، نقلبوها تولي ات از، يس ات از، ولا نو ات ازنت. Are they ready for the trip؟ واش هما واجدين للرحلة؟ Yes they are، ولا no they aren't. Are you hungry؟ واش انت يعني جائع؟ Yes I am، ولا no I am not. اذا هادو عقلوا عليهم، هادو راهم yes or no questions، تكون فيهم يا اما yes ولا no. الثانيين هما WH questions. WH questions هادو راه ضروري خصكم تحفظوهم. هو دائما ملي تنكونو تنهضرو على واحد a person a human being، شخص ولا اشخاص. هو از ذيس بوي، الا قال لك هي تلقى هو، عرف بانك انت راه خصك تجاوب باشخاص، شخص ولا اشخاص، person ولا people. اذا هنا مثلا الا قال لك شي واحد هو از ذيس بوي، شكون هو هاد الدري هذا؟ غير ضروري غادي تقول هي از مثلا، وشوف انت مثلا ماي فريند، ولا هي از ماي براذر، ولا هي از سمون هوم اي نو، شي حد تنعرفو. دابا هنا وير راها اين، دائما ملي تشوف وير عرف بانك غادي تعطي كجواب، غتعطي ا بليس، غتعطينا واحد المكان. مثلا وير از هي فروم، هاد الدري هذا منين هو؟ اذا ضروري غتقول مثلا هي از فروم، وتعطينا نفترضوا مثلا هو من كازا، فروم كازا بلانكا. هي از فروم كازا بلانكا. وين راها دائما ديال تايم، يعني الوقت. الا قال لك شي واحد وين ديد يو كام هير، وين وقتاش، يعني وقتاش، راه ضروري خصك تعطيه وقت. وين ديد يو كام هير؟ صافي، غتقول ليه مثلا اي كيم هير، جيت اي كيم هير، اي كيم ات، وعطيه الوقت مثلا نقولو ات نون، مثلا نص ديال النهار ات نون. زيد هاو، دائما هاد هاو بوحدها، ماشي هاو ماني ولا هاو ماتش، هاو بوحدها تتعطينا الكيفية، يعني مانر. شي واحد
ملي تيقول لك كيف هاو ديد يو ميت هير، كيفاش تلاقيتي هاد السيده هادي، هاو هاو صافي. غتقولي مثلا اي مات هير، مات هير تلاقيتها مثلا، نقول مثلا ات ذا ميوزيوم، افترضوا حنايا ات ذا ميوزيوم اللي هو المتحف، ات ذا ميوزيوم. اذا هاو هاو مانر، مانر مانر يقدر يكون مكان، يقدر يكون غير يكون شي طريقه صافي. هاو ماني، هاو ماني دائما تتعطينا نمبر، نمبر ضروري غتعطي نتايا واحد الرقم ولا واحد العدد. هاو ماني اكس دو وي نيد فور ذيس كيك، شحال ديال البيض تنحتاجو باش نصاوبو هاد الكيك هادي. اذا انت مثلا غتعطينا 4 ولا 5 ولا ضروري تعطينا نمبر. وي نيد 4 اكس. هاو ماتش، هاو ماتش راه تنقولها بالنسبه للاشياء انكاونتبل ناونز، انكاونتبل ناونز الحوايج اللي ما تيتحسبوش، واحد جوج ثلاثه اربعه ما تنقولوش ليهم هاو ماني، تنقول لهم هاو ماتش. مثلا هاو ماتش شوغر دو وي نيد، السكر ما تنقولوش واحد السكر جوج السكر. اذا هاو ماتش، هاو ماتش شوغر دو وي نيد، شوف انت مثلا نقولوا 200 جرامز مثلا، 200 غرام ولا هذا. هاو اوفتن، هاو اوفتن دائما تنديروها ملي تنكونوا تنهضروا على شحال من مره تدير واحد الحاجه. هاو اوفتن دو يو دو ات، يعني غتعطينا فريكونسي، فريكونسي. هاو اوفتن دو يو جو تو ذا ستاديوم، شي واحد تعرفو انت تيمشي للتيران بزاف يتفرج في كره، تتقول له شحال من مره تتمشي انت للتيران، يقدر يقول لك مثلا اي جو، اي جو مثلا الا كانت مره واحده في السيمانه، وانس اي ويك، وانس ا ويك. هاد الدروس هادو راه حنا درناهم، رانا ندير لكم الرابط ديال كل درس باش الا بغيتو ترجعوا باش تزيدوا تفهموه مزيان. هاد هاو لونغ دائما تتعطينا ديوريشن، ديوريشن اللي هي واحد المده معينه. هاو لونغ داز ذيس فيلم لاست، هاد الفيلم شحال المده ديالو. مثلا نقولوا حنا 2 اورز، 2 اورز جوج سوايع. ويتش كار از ذيس وان، ويتش دائما الا كانت كسؤال تتعني شكون فيهم. ويتش كار از ذيس وان، ديال من هاد الطوموبيل هادي. نقولوا مثلا ذيس از، ذيس از نقولوا مثلا سميتو محمد شي واحد مولاها محمد، وغنديرو ابوستروفي اس محمد، يعني راه ديال محمد. اذا هادو غتشدو شي ورقه وغتعاودو تكتبوهم باش تعقلو عليهم مزيان. هادو راه مهمين، هاد دبليو اتش كويشنز، هو وير وين هاو، هاو ماني، هاو ماتش، هاو اوفتن، هاو لونج، ويتش. هادو راه خصكم تعقلو عليهم ضروري. ثم كاين تشويس، تشويس كويشنز اللي هما الاسئله اللي تيعطيوك انت لو شوا، تيعطيوك واحد جوج الحوايج وانت تختار منهم وحده، راهم دائما تتكون فيهم اور، هي او تتكون فيهم اور في الوسط. مثلا does she like ice cream or sweets، does she واش هي like ice cream، شي عجبها الايس كريم ولا sweets اللي هما لي بونبون صافي. ممكن لك تقول she likes ice cream، اذا دائما تتكون وحده منهم، هما تيكونوا بيناتهم اور، واش تعجبها هادو الايس كريم ولا سويتس، شي لايكس وحده، يا اما شي لايكس سويتس ولا شي لايكس ايس كريم. وير وود يو جو، وير وود يو جو تو ذا سينما اور ذا ثياتر، فين تبغي تمشي، واش السينما ولا المسرح. غتقول اي وود، اي وود جو تو ذا سينما ولا اي وود جو تو ذا ثياتر، انت غتختار وحده فيهم لان اصلا راه تشويس في ديال الاختيار. Is he a teacher or a student? Is he a teacher or a student? يا إما تقول he is a student ولا تقول he is a teacher. إذا مزيان هادو حتى هما راه ملي غتلقى شي سؤال أنت فيه أور الوسط غتعرف بأنك غتختار واحد فيهم، يا إما اللي مكتوبة في الأول ولا اللي مكتوبة في الثاني. ثم كاين عندنا disjunctive ولا tag questions ولا question tags، هادو في الغالب ما تتلقاوهمش نتوما يا في لا تاكست، ولكن خصك تعرفهم. مثلا الا قلنا she sent him an invitation didn't she، she sent him an invitation didn't she، هاد راه كويشن ولكن هو تيتسمى تاغ كويشن. دائما هنا تتكون واحد الجمله عندنا في الاول يا اما افيرماتيف ولا نيجاتيف، وتتكون موراها واحد الكويشن تاغ. مثلا الا قال لك راه صيفطات لي انفيتاسيون، يا بحال اللي تنقولوا حنا بالدارجه ياك،
أليس كذلك ديال اللغة العربية؟ أليس كذلك؟ ولكن هنايا شنو تدير؟ إذا كانت هذه الجملة الأولانية affirmative راه الكويشن تتكون نيجاتيف، دائما تتكون العكس ديالها. وإذا كانت بحال دابا هنا هي الثانية you aren't getting married are you؟ إذا ها هي الجملة راها نيجاتيف ولكن السؤال غيكون affirmative. هذا غير بالتأكيد، غير التأكيد. نقولوا you aren't getting married ما غاديش تجوجوا are you؟ ياك بحالها ياك كنتم ما تجوجوش مثلا يقول لك no I am not you know I am not. هو تيهضر مع واحد قال له واش انت ما تجوجش ياك قال له no I am not. Jane isn't in France هي ما كايناش في فرنسا is she واش هي كاينه بالضبط اليس كذلك قال له no she isn't. شنو فهم؟ اذا هادو عقلوا على هاد الانواع ديال لي كاسيون ديال الاسئله باش ملي تاخذ انت داك السؤال تكون عارف راسك شنو خصك تجاوب. اين تعرف اين نوع من هاد الربعه ديال الاسئله باش تعرف تجاوب انت مباشره وتكون متاكد ماشي تجاوب غير على الله. تكون انت عارف واش هو يس اور نو كويشن غتقول يس ولا نو واش هو دبليو اتش كويشن واحد في هادو راه كل واحد احنا شرحناه عرفناه ديالاش او لا تشويس غنختار ما بين جوج الحوايج غتختار ولا الا كان هذا كويشن تاك ما غاديش تلقاوه نتوما غير انت خصك تعرفه.